لتحميل كشف الحساب قم بتسجيل الدخول إلى بوابة العميل الخاصة بك. اضغط على التقارير. قم باختيار التقرير المطلوب من القائمة Account Statement. قم باختيار رقم حساب التداول وحدد الفترة الزمنية من إلى، ثم اضغط على Run. ستظهر جميع التداولات التي قمت بها في تلك الفترة الزمنية لرقم الحساب المدخل أسفل الشاشة. يمكنك أيضاً تحميل كشف الحساب عبر برنامج أكسل من خلال النقر على زر Export to Excel. لتحميل تقرير التحويلات المالية، اضغط على التقارير. قم باختيار التقرير المطلوب من القائمة Transaction History. قم باختيار رقم حساب التداول وحدد الفترة الزمنية من إلى. ستظهر جميع التحويلات التي قمت بها في تلك الفترة الزمنية لرقم الحساب المدخل أسفل الشاشة. يمكنك أيضاً تحميل كشف الحساب عبر برنامج أكسل من خلال النقر على زر Export to Excel.